حاجات جميلة جدا وحاجة مشرفة وحاجة الواحد فخور وهو قاعد بيتفرج. هكلمكم النهاردة عن البدل، اللي الناس كلها عمالة تتكلم عنها الحقيقة من الصبح، وإيه اللي حصل، وهل النادي الأهلي لبس البدل دي قبل كده ولا لأ. يعني تشرفت طبعا بأن أنا أكون متواجد في 2005 و2006، ومش يعني مش أول مرة الحقيقة نلبس بدل، ومش أول مرة النادي الأهلي يبقى دائما مشرفنا ومشرف كل الأهلوية اللي متواجدين في العالم كله الحقيقة. وكل الناس مستنية النهاردة النادي الأهلي هيعمل إيه، وهيصل إزاي الشكل المشرف اللي بيه بعثة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم هذا البرنامج سيعتمد على كل كواليس ما يحدث في بعثة النادي الأهلي، سواء في مقر الإقامة أو في ملعب التدريب أو في أي شيء. زي ما قلت لكم غدا فطار غدا عشاء أي حاجة، محاضرات، كل حاجة هنجيبها لكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، وأيضا برنامج الأهلي في المونديال. زي ما حضراتكم شايفين لاعبين بيعملوا مسحة في المطار فور وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي. الإجراءات الاحترازية كثيرة جدا. أول حاجة أول ما وصلوا لازم هيتعمل مسحة لكل البعثة المتواجدة في مطار حمد الدولي. الأهلي والمونديال بالمناسبة هي حالة حب، يعني النادي الأهلي لسادس مرة في تاريخه بيصل إلى مونديال الأندية. بقالنا 7 سنين بعيدين عن مونديال الأندية، ولكن في النهاية بالقضية قدر النادي الأهلي إن هو يصل أو يفوز بالبطولة الأفريقية ويصل إلى كأس العالم للأندية. المشهد المشرف اللي حضراتكم شايفينه ده مش هتشوفوه غير في النادي الأهلي ومع النادي الأهلي كبير القارة السمراء.